لأسباب فنية. شايف مين ممكن يعني اللي يستبعده الكابتن حسام؟ تعال نشوف الأول ممكن مين اللي يستبعدين. طبعا دي اللعيبة وصلت لملعب المباراة، كل التوفيق إن شاء الله يكون في نادي الأهلي النهارده. قول لي ممكن مين الكابتن حسام يستبعده من قائمة 23 لعيب؟ من ال 23 يعني خلينا نقول التشكيل ويطلع المستبعدين، يعني غالبا احمد عادل عبد المنعم هيبقى هو، يعني شريف اكرامي هو اللي هيلعب، أوكي. والشناوي يبقى احتياطي، واحمد عادل عبد المنعم بره، تمام. باسم علي متهيألي يعني التشكيل شريف اكرامي، وبعد كده باسم علي، رامي ربيعه، محمد نجيب، علي معلول، دول الاربعه الاقرب. ويكون عندك بقى حسين السيد وصبر رحيل ومحمد هاني، واحد من صبري او حسين هو الاحتياطي، اظن انه يكون حسين، ويبقى صبري اللي بره، تمام. فيبقى احمد عادل عبد المنعم وصبري كده اتنين بره، ده من وجهه نظري طبعا. أوكي. أوكي. محمد هاني يقعد احتياطي، وان كان الكابتن ساعات بيلعب بباك رايت وما يحطش البديل احتياطي، دي حاجه بتاعه الكابتن، بس اعتقد لازم يحط النهارده بديل لان مفيش بديل في نص في الملعب او في اللعيبه نفسها. في نص الملعب اظن انه هيلعب بحسام عاشور والسوليه، دول الاثنين دايما الاساسيين. يعني هنروح بقى لتشكيل انا افضله ولا عايز تشكيل اللي الكابتن حسام الاقرب لل، لا قول لي تشكيل الاقرب. الاقرب كابتن حسام هيحط شريف اكرامي، باسم علي، نجيب، رامي ربيعه، علي معلول، حسام عاشور، عمرو السوليه، احمد حمودي، صالح جمعه، عبد الله السعيد، جونيور اجايه.